مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية. اليوم أنا جايب لكم طريقة كيف تعمل notification لتطبيقك لمستخدمين، يعني أي مستخدم بدخل على تطبيقك وبحمله كيف تبعث له notification. هلأ أنا بفرجيكم بالدليل الحي كيف أنت تبعث notification لتطبيقك. أوكي، مثلا أنا منزل التطبيق عندي على التليفون عيد الأضحى اللي هو هذا والبيضة. هلا بدي افرجيكم انا بالدليل الحي كيف ببعث نوتيفيكيشن بوصل مباشرة على التليفون. بنروح على هذا التطبيق اللي هو انا موجود عندي، نضغط عليه. نستنى شوي. نيو بوش، تضغط على كلمة نيو بوش. طيب هون صديقي انت بتكتب الرسالة، هلا انا هعلمكم عليها بس انا بشكل سريع لك كيف توصل النوتيفيكيشن عندي على التليفون. كل عام وانتم بخير اصدقائي. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالمن والبركات. هون إذا بدك تحط صورة زي ما اتفقنا بنروح على جوجل. أوكي، نكتب كل عام وأنتم بخير. كل عام نأخذ أي صورة بدك إياها، أي صورة صديقي، مثلا هاي، نعمل لها رايت كليك، نروح على كوبي إيمج أدرس، رايت كليك كوبي إيمج أدرس، نروح على نيو مسج، نعمل هيك، يا إما بتحملها، تعمل أبلود. تحملها من كمبيوترك او بتحط الرابط مباشرة للصورة. شوف كيف طلعت، يعني هيك بتطلع من المستخدمين. هلا بفرجيكم اياها انا، هلا بعلمكم انا الطرق كيف انت تعمل تسويق لتطبيقك عن طريق الون سيجنال. هاي ما بعرف اذا حدا خبركم اياها قبل، بس خدها مني تريك كيف تعمل تسويق لتطبيقك عن طريق تطبيقاتك الموجودة عند المستخدمين. يعني مثلا انت عملت تطبيق والمستخدمين بلشت تنزل هالتطبيق وبتعرف عندك ببين عندك كم واحد نزل التطبيق. اوكي، انت فيك تعمل تسويق لتطبيقاتك الثانية عن طريق تطبيقك اللي موجود عند المستخدمين. كيف؟ خلينا اول شيء نبعث هاي الرسالة وفرجيكم كيف تطلع، بعدين خلال الشرح بفرجيكم كيف انت تسوي لتطبيقك عن طريق الون سيجنال ماركتينج. افهم معي صديقي، انا لما اجيب لك فيديو او لما اطول شوي انا بجيب لك فيديو يفيدك لحتى تعمل تسويق لتطبيقاتك، لانه الكل عم بيواجه هاي المشكلة وانا منكم. بس الحمد لله انا عرفت التركات هاي وعرفت الاسرار هاي، عشان هيك انا بحب اشاركها مع الناس وما بحب اخد عن الناس، لانه خلص الفايدة للجميع. وزي ما بقول سبحان الله انه احب لاخيك ما تحب لنفسك. فانا بدي اشارككم اياها ان شاء الله كيف تعمل تسويق لتطبيق عن طريق الوان سيجنال. يعني انت اذا المستخدمين اللي نازلين تطبيق من تطبيقاتك فيك تعمل تسويق لتطبيق جديد انت نزلته ما عليه مستخدمين عن طريق الوان سيجنال. جايين عليها بالفيديو راح احكيكم عليها، بس خلينا نفرجيكم كيف بس نبعث مسج عن طريق الون سيجنال لحتى نبدا بالشرح. نعمل سند. شوف هلا بقول لك عم ببعث. طيب هلا بنفتح التليفون، هذا التليفون وصلت. استنى شوي،
شوي. نرجع نعمل ريفريش هون. استنى شوي. شوف الرسالة وصلت لسبع ل عفوا وين الرسالة؟ نرجع على المسجز. هاي شوف شو بقول لك صديقي، انه الرسالة وصلت دليفر. هي مرات تتأخر لتوصل، ليش؟ انه حسب هذا السيرفر، فانت ما تحت الهم يعني، مرات بتوصل بسرعه مرات بتطول شوي لتوصل. انا وي انا حاوريكم اياها ان شاء الله، بس توصل بدها وقت شوي لتوصل. المهم هلا كيف نعمل عن طريق الون سيجنال نبعث رسائل للمستخدمين، وكيف نعمل ون سيجنال على تطبيقنا ضمن موبيزي. انت طبعا هون بتروح على موبيزي، بتعمل هيك عفوا، بتروح هيك تعمل هيك، بتحط الون سيجنال اي دي. طيب هذا منين نجيبه؟ ها شوفوا اصدقائي، الرساله وصلت عندي على التليفون عفوا، هلا بفرجيك اياها. هاي الرساله اللي عملناها، شفتوا هذا مثال حي، شفتوا هاي الرساله؟ هاي رساله وصلت اللي هاي اللي عملناها. هلا نرجع نفرجيك اياها اصدقائي، مسج عفوا، شفتوا هاي الرسالة؟ هلا بفرجيكم اياها اللي هاي، هلا بفرجيكم هاي الرسالة اللي بعتناها. هلا شفتوها اصدقائي وين صارت؟ عفوا نعمل هيك، بنفتح التليفون بس، نعمل هيك نعمل هيك، مجرد ما يدخل على التطبيق خلص وصلت الرسالة. طيب كمان انا هعلمكم كيف تعملوا عفوا اعلانات، احنا بدنا الاعلانات اللي هي شو اسمه، اللي هي قيم التطبيق وما بعرف شو، كمان هعلمكم عليها. anyway شفتوا كيف الرسالة وصلت أصدقائي؟ طيب كيف نعمل رسالة هاي الرسالة بتطبيقنا؟ هون شفتوها هاي الون سيجنال، بنروح على التطبيق هون، نضغط هاي، بنروح على القلم، نحط الون سيجنال. هاي تتذكروا لما عملت لكم فيديو كيف تعمل أنت تطبيق خلفيات، قلت لكم هاي اتركوها بعدين بنعملها، هلا بنعملها. طيب هون كده بتعملها هاي، اول شيء بتروح على ون سيجنال www.onesignal.com، بتعمل حساب اوكي، بعدين بطلب منك صديقي نيو اب ويب سايت، تعمل له نيو، ركز معي شوي شوي، سميه خلفيات خلفيات 2021، قول له اندرويد، تعمل نيو، كونفيجر نيو بلاتفورم. ايوه انا منين بدي اجيب هذول؟ هاد عفوا هذا وهذا، بنروح على، نرجع نعيد هون عشان انت تعرف، بنروح على اشي اسمه فايبر عفوا، فايبر ديز كونسل، لو اول واحد هذا تروح على جو تو كونسل، تعمل حساب وتشترك عن طريق ايميلك بجوجل. انا هون مثلا مسميه
ماي ابس اون موفيزي. انت فيك تسميه اللي بدك اياه، بتعمل اد بروجكت، بتعمل اد بروجكت وبصير عندك زي هذا الفولدر، تروح عليه بتروح هون صديقي. انسى هاي الامور، هاي كلها ما لنا علاقه فيها، مثاليه ما تتدخل فيها وما توجع راسك فيها، هاي للمطورين للديفلوبرز، احنا ما لنا علاقه فيها، احنا علينا بموبيزي. بتروح هون بتروح بروجكت سيتنجز، هنا صديقي بتروح هون بتروح بروجكت سيتنجز، اياها شفتها شفتها بروجكت سيتنجز، بتروح على كلاود مسجنج، شفتوا هاد تعمل له كوبي، بنروح على كلاود مسجنج بتعمل له، بتروح هون سيرفر كي بتعمل كوبي، هاي كوبي، بتروح على وان سيجنال حطه هون، تيجي هون على الفايبر بيس سندر اي دي، بتروح هون اللي هو هاد، بتعمل هيك بس تأكد انك تعمل له كوبي كله، اوكي صديقي تأكد انك تعمل له كوبي كله، تعمل كوبي هيك وتحط هيك، تعمل هيك، تعمل سيف اند كونتينيو، نستنى شوي. استنى عليه شوي بس ليعمل سيفنج، السيرفر شوي تطول. طيب خلال هذا الاثناء انا نشوف مش هل بعده بيعمل، ها اوكي تعمل سيف اند كونتينيو، اختار ناتف عفوا ناتف اندرويد، تعمل سيف اند كونتينيو. اها تيجي وين شفتوا هذا اليور اي في اي دي، تعمل له كوبي، تعمل له كوبي، تعمل له كوبي، بتروح على موبيزي وتحطه هون، تحطه هون، يعطيك العافية حبيبي، خلاص انت عرفت الوان سيجنال. طيب هلا انت عرفت الوان سيجنال، بتعمل دون، هاي شو بدك فيها الكلام، ما بيهمنا، بنروح على مسجنج. هلا شوف انت هاي الخلفيات شفتها، شفتها هاي اللي هو تطبيقك هاد، شفته هاد هو هاد، شفته موبيزي هاد هو هاد، على التليفون نفس الشيء هاد هو هاد، بس انا بحبس الون سيجنال تشتغل على الويب سايت، هاد هو هاد شفته. بتروح على نيو بوش، نرجع شوي عشان انا افهمك، وتعمل هيك ما الك علاقة بهاي نيو ان اب، ما الك علاقة، بتروح على نيو بوش نيو ان اب، هلا بعلمك عليها شو هي، تكتب رسالتك هون اي شي بدك اياه تجربي، بس انا لانه اصلا اوريدي انا مش عامل اي بي كي للمال فايل ومش منزله على جوجل بلاي، او مش عامل له اي بي كي، ما خص جوجل بلاي عفوا، مش عامل له اي بي كي للفايل، مش منزل يعني هذا التطبيق خلفيات، انا عامله بس للشرح، انا ما منزله عندي، انا اعطيتك تست هذا العيد الاضحى منزله عندي، فرجيتك كيف توصلني الرساله، فانت بتحط انا عم بفرجيك كيف بتحط، بتحط اي شيء بدك اياه تكتبه هون، بتحط هون مسج كمان اي شيء بتكتبه هون، بتاخذ الايمج اي ايمج بدك اياها، بتروح تختار مثلا هاي اي ايمج بدك اياها، بتعمل رايت كليك كوبي ايمج ادرس وتحطها هون، تعمل رايت كليك وهيك، عرفت كيف صديقي؟ طيب اللانش يو ار ال، ايوه عزيزي ويا صديقي يا حبيبي يا حشيشة قلبي يا روحي يا حبيبي، انتبه معي منيح، شو هاي اللانش يو ار ال؟ اللانش يو ار ال صديقي تتذكر من شوي قلت لك انك انت فيك تعمل تسويق لتطبيقاتك الجديدة، يعني لما تشوف هذا اللي هو هذا اللي هو خلفيات اللي هو هذا لما تشوف عليه مستخدمين كتير، وفي يعني مثلا 100 200 300 400 500 1000 منزلين التطبيق ومحملين التطبيق،
بس انت مش من اول من الناس تصير تنزل التطبيق تبعت هاي هذا الشيء اللي بدي اقول لك عليه هلا، لا انت هاي تصير تبعت نوتيفيكيشن كل يوم، صباح الخير، يسعد مساكم، شو رايكم بالتطبيق، نزلنا تطبيقات جديده، نزلنا صور جديده، نزلنا. انت هون المسج انت بتتحكم فيها، هذا تطبيقك انت حر شو ما بدك تحط، بس ما تحط اي شيء مخالف لجوجل، بمعنى انك تروج لشيء غلط، تروج لشيء ضد عاداتنا وتقاليدنا والدين الاسلامي، او اي شيء مخالف للقانون، مخالف للدين، واحنا ما لنا علاقه فيه. هون العب قد ما فيك، العب احكي اللي بدك اياه بحيث بطريقه لبقه، بحيث انه المستخدم يعرف انه تطبيقك احترافي، في ناس وراه عم تشتغل، في فريق عمل عم بيشتغل، عشان الناس او اليوزر يعرف انه في وراء تطبيقك ناس عم تشتغل. هاي اولا. ثانيا، انت لما بدك تبعت نوتيفيكيشن ما تضلك كل نص ساعه ساعه تبعت نوتيفيكيشن، وهيك اليوزر بمل وبيعمل انستول لتطبيقك. ابعت مثلا كل يوم نوتيفيكيشن الصبح، انت بتختار اي اوقات بدك اياه، تبعت الصبح، تبعت العصر، تبعت بس انا ما بحب تبعت بالليل لانه في كثير ناس تنزعج، خاصه اللي بيشتغلوا، يعني تبعت بعد 12 بالليل او الساعه 11 10 بالليل في ناس تنزعج، بعد هيك عدان المغرب، عرفت كيف صديقه، او الصبح على 10 هيك، اختار لك وقت انه بحيث انه اليوزر ما يمل من تطبيقك. شو يقول يا الله، يعني انا من الناس اللي لما وصلني كثير نوتيفيكيشن من تطبيقات بمسحهم، او بمعنى بروح على التطبيق نفسه بعمل نوتيفيكيشن اوف مشان ما اوجع راسي. فانت حاول كل يومين ابعت نوتيفيكيشن، ما تضلك تبعت كل يوم او تنجلق وكل شوي يلا ابعت نوتيفيكيشن، كل شوي ابعت يلا نوتيفيكيشن. احنا العرب سبحان الله، يعني هيك خلق الله، خلينا كل شيء بلاش كتر منه، خلينا نكون واقعيين ونضحكش على بعض، كل شيء بلاش كتر منه. ما هي يلا بنقول ما هي مسجات ببلاش، بضلني ابعت ابعت ابعت. عرفت شو 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 الموضوع صديقي؟ لا، الموضوع مش انه كل شيء بلاش كتر منه، لانه انت هيك بتضر نفسك وبتضر تطبيقك، عرفت كيف اخي؟ فنرجع لموضوعنا اللانش يو ار ال. انت لما يصير في عندك مستخدمين كثير، طبعا انت بتصير لما حكينا انك انت بتصير تبعت رسائل هيك ترحيبيه للمستخدمين، بتصير تبعت رسائل تحفيزيه للمستخدمين، بتصير تبعت رسائل تحفيزيه للمستخدمين، رسائل هيك حلوه مهضومه كذا. لما يصير عندك يعني يصير عندك مستخدمين كثير، يصير عندك ناس كثير، تعمل هون انت نزلت تطبيق، خلينا نقول احنا نزلنا تطبيق مثلا انا نزلت هذا التطبيق ومتوافق عليه بجوجل بلاي، شو بعمل صديقي؟ بجيب هذا بعدين، يعني هي مش اول ما تعمل التطبيق يصير عليه مستخدمين من اول، تبلش يلا تعمل تسويق لتطبيقك الجديد، لا، بعد فتره انت عملت تطبيق جديد غير التطبيق اللي نزله المستخدمين. صديقي هاي طريقه من طرق او سر من اسرار تعمل تسويق لتطبيقاتك الجديدة، بس ما تستخدمها بسرعة، اصبر عليها شوي، شهر شهرين، ليصير في عندك عدد لا بأس به من المستخدمين على تطبيقاتك القديمة. تعمل هون صديقي، بتحط هون، شوف ابلود، تعمل ابلود للايكون تعيد التطبيق تعيدك الجديد اللي عملته، طبعا بعد ما يصير مستخدمين طلعك على تطبيقك القديم. تعمل هيك مثلا، انا خلينا نقول عيد الاضحى مثلا، هنا تعمل سيف، نزل لانش يور ال، تعمل تاخذ تطبيقك الجديد، طبعا تاخذ الرابط، تعمل كوبي، عفوا تروح هون صح، تضغط هيك وبتعمل سند ريفيو اند سند. شو بتعمل؟ ريفيو اند سند، مباشرة بوصل عند الناس. يعني مثلا هون شو بتكتب؟ تم اصدار تطبيقنا، عفوا بالانجليزي ما هو شيء، تم اصدار تطبيقنا الجديد. حط ايموجي، اي ايموجي بدك اياه، لا هذا اي ايموجي بدك اياه مش مشكله،
تعمل هذا هيك يرجى عزيزي العميل يرجى تحميل تطبيقنا الجديد من الرابط رابط أدنى. تعمل هيك تعمل هيك وين هاي تعمل هيك مباشرة العميل أول ما يضغط على هاي الصورة صديقي بأخذه على التطبيق تبعك وبحمله. هاي إحدى طرق التسويق لتطبيقاتك الجديدة. تعمل تسويق لتطبيقاتك الجديدة عن طريق تطبيقاتك القديمة، وأنا متأكد 100% ما حدا شارككم هاي المعلومة، بس صدقني صدقني أنا من الناس اللي لما عرفت هاي المعلومة صرت حبيت أشاركها معكم، لأنه هاي معلومة كتير مفيدة. في كتير ناس بتعاني من تطبيقاتهم الجديدة ما عم بيوصل لها مستخدمين، بقول لك طب ما أنا تطبيقات القديمة في كتير ناس عليها. طب يا صديقي ما أنت عندك خدمة هون مميزة، فيك تعمل تسويق لتطبيقاتك الجديدة عن طريق تطبيقاتك القديمة. فأنت مباشرة بعد ما تحط الرابط تحط سند وكان الله يحب المحسنين، وصلت المسج مباشرة. إذا حب هيحمل التطبيق هو حر، ما حب يحمله كمان هو حر، ما فيك أنت تجبر المستخدمين يحملوا التطبيق، بس هي إحدى طرق الترويج لتطبيقاتك الجديدة. طيب خلصنا من أول شيء، إحنا ضفنا الون سيجنال هون عنا هون ضفناه وخلصنا كل شيء تمام. طيب انت كيف بدك تعمل صديقي اول ما يفتح التطبيق شو يجي قيم التطبيق او رسالة قيم التطبيق؟ منرجع على خلفيات، اول شيء بنرجع على خلفيات، بنروح هون بنروح على التطبيق اللي عملنا لك خلفيات. طبعا هاي الاعداد انا لانه اصلا مش مركز كتير على التطبيقات. فبتعمل هون new in app new in app، شو بنعمل new in app تضغطها. انت عندك شطرين هون، تعمل انك تبعت رسائل للمستخدمين وبدك تحط رسالة التقييم للتطبيق. كيف نحط رسالة التقييم؟ هيها شفتها هاي اللي بتطلع اول ما المستخدم يفتح التطبيق، بتحطها سنتر، بتحطها من فوق، بتحطها من تحت، بتحطها فل، انت حر مثل ما بتحب، بس انا بفضل السنتر. طيب هون شو بنكتب صديقي؟ هون بتكتب فضلا وليس امرا قيم خلص، اتركه لضميره. تعطيه تحط له اي شيء مثلا هون، لا هون ما في شو اسمها هاي الاموجي، بس فيك تجيبها انت، بتروح على جوجل بتكتب اموجي بتحطها مثلا اموجي اموجي. نعلمكم خطوه خطوه كل شيء لحتى ما تواجهوا اي مشاكل اصدقائي. تعمل لقبي، تعمل هيك، تروح هيك، تعمل هيك، ماشي ماشي. طيب الصورة هاي اللي هي اهم شيء بالموضوع، انت يا صديقي بدك تجيب صورة متحركة لقيم التطبيق. كيف نجيبها؟ نروح هون، نروح على ريت عفوا، او مثلا بالعربي قيم التطبيق، تعمل جيف اللي هي صور متحركة، نعمل جيف كلكو جيف اللي هي صور متحركة. انا هعملكو فيديو عن تطبيق كيف تعمل صور متحركة. anyway نروح على قيم تطبيق، بتدور انت على صور متحركة مش موجودة مش مشكلة، كده بالانجليزي بنعمل read alright. ايوه
اختار لك وحده صور متحركه مثلا هاي، تاخذ كوبي ايمج ادريس، تروح هون وتحطها هيك، شفتها؟ هي شفتها صديقي. وفي كثير مواقع بتعطيك صور جيف، قيم التطبيق رح ادور لكم عليها وبحط لكم اياها ان شاء الله، او بحط لكم اياها بالفيديو ثاني. فخلينا بس لما نشرح على موضوع كيف تعمل تطبيق صور متحركه ان شاء الله قريبا نعمل لكم هذا الفيديو. طيب هون شفت الايمج حطيناها. طيب هون ايوه، شو الاكشن اللي بدنا اياه هون؟ لما يضغط هون شو بدنا اياه يعمل؟ بنقول له يو ار ال. طب شو اليو ار ال؟ نحط رابط تطبيقك بجوجل بلاي، مش رابط تطبيقك الجديد، رابط تطبيقك، عفوا تحط رابط تطبيقك لحتى لما يدخل عليه يقدر يروحه على جوجل بلاي يعمل تقييم. تروح هون تعمل ميك مسج لايف وخلصنا وكان الله يحب المع عفوا هون بدك تغير هاي، الكليك هني تحط اضغط هنا، اضغط هنا، اضغط اضغط للتقييم مثلا او لتقييم التطبيق، لتقييم التطبيق. بتغير هون، حاب تغير الخط، حاب تغير اللون، انت برجع لك مثلا خلي اصفر يا سيدي، خلي اخضر، هاي اخضر، ها اعملنا اخضر، ها هاي اصغر صار اكبر، هاي نعمله اكبر يا سيدي. ها انت وين بتلعب الكلام؟ هذا الكلام بدك تغير فيه كمان، تعمله ازرق مثلا، هاي ازرق نعمله ازرق. نعمله ازرق، نغير حجم الخط مثلا بدك تعمله 18. خلصنا، نكتب سند مسج ميك مسج لايف كان الله يحب المحسنون. هيك انت صديقي عملت خطوتين من سيجنال، علمتك كيف انت تعمل كيف تعمل وان سيجنال، كيف تعمل ترسل مسجات للمستخدمين. يعني انا بالفيديو اعطيتك ثلاث تريكس او ثلاث امور تفيد لتطبيق. اول شيء تبعت رسائل للمستخدمين، ثاني شيء تبعت رسائل للمستخدمين او ترسل تطبيقاتك الجديدة للمستخدمين الفعليين الموجودين على التطبيقات القديمة، ثالث شيء تعمل رسالة التقييم من التطبيق لحتى انت تستفيد يعملوا تقييم لتطبيقك. وكان الله يحب المحسنين، وبتمنى بس تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للتطبيق وعفوا للفيديو لحتى يوصل لعدد كبير من المستخدمين وكل يستفيد. أعزائي، وأتمنى لكم يوم سعيد، وما تنسونا بخالص دعاكم. ومثل كل فيديو صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وما تنسوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو، إحنا بنكبر فيكم، إحنا يعني أنتم بتكبروا إحنا بنكبر، كلياتنا بنكبر، كلياتنا بندعم بعض. ويعني كل ما انتم ساعدتونا بنشر الفيديو، ساعدتونا الناس تعمل سبسكرايب للقناه، ساعدتونا باللايك، انتم كمان بتكبروا واحنا بنكبر فيكم. واحنا دائما بنعمل فيديوهات تفيدكم، مش شرط انه والله المهم اعمل فيديو، المهم انا اعمل فيديو يفيد المجتمع، يفيد الناس، يفيد الناس اللي هي يمكن ماديا ما بتقدر تعمل امور، تعمل ماركتنج لتطبيقها ماديا. فانت هذا الوان سيجنال، انت الوان سيجنال فيك تعمل ترويج لتطبيقك بطريقة سرية او تريك. فبتمنى تتبع على الخطوات، واي شيء بصعب عليك تواصل معي صديقي، ونراكم ان شاء الله. السلام عليكم.